في حاجات كده لازم تروح باصص عليها بالنضاره كويس قبل ما تبقى. اه والله خدتوا بالكم النضاره لايقه على القميص قوي صدفه يعني. اه ماشي، يعني احنا عندنا لحمه ب 195 جنيه للكيلو في المجمعات الاستهلاكيه في شركه النيل. اكيد متاكدين؟ كلام مهم ده، خلي بالك. طيب اتاكد من مين؟ اكيد 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 هروح اتاكد من الاستاذ محمد ابو مندور رئيس القطاع التجاري بشركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه. ازيك يا فندم، عامل ايه؟ يوسف دايما عليك، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ انت الشيك دايما في كل وضع يا فندم والله. يا رب يخليك. لا والله ده انا بهزر، لان انا ايه قاعد عمال اقول ايه، اكدب عينيا ولا ما اكدبهاش؟ يعني انا عندي لحمه ب 195. اه مش كده؟ اه بالظبط كده. طيب قول لي بقى، احنا دلوقتي عندنا باذن الله سبحانه وتعالى لحوم سودانيه طازجه في المجمعات بتاعتنا، الكيلو 195 ان شاء الله. بص يا يوسف بيه، قول لي الاول، احنا تعودنا من منبر حضرتك الصدق والامان. صح. اما اجي اقول لواحد من اخواتي واهلي انا عندي لحمه زي، اقول لك ازاي والسودان فيها حرب؟ ازاي دي وفروا الناس دي؟ غير صادقين. انا بحب اطمن حضرتك واطمن الشعب المصري ان وزاره التموين ممثله في الشركه القابضه للاسعار الغذائيه ولجنه التوريدات المركزيه عندها رصيد حي من اللحوم السودانيه يكفي 3 شهور. دي عاملين حسابنا للازمات والحاجات دي كلها. عندنا مصدر ابو سمبل في اسوان يتم الذبح فيه يوميا، عندنا رصيد كافي حي، مش مستني اللي جاي من المعارض بقى اللي تم فتحها بالامس اساسا لجلب الكميات اللي تم ضخها. الحمد لله عندنا رصيد كافي لغايه ما نعدي العيد الاضحى و3 شهور قدام. اظن احنا كده كده كمان بننوع المصادر بتاعتنا، يعني احنا عندنا السودان وعندنا التشاد وعندنا الصومال وعندنا جيبوتي، صح؟ كل ده ان شاء الله الاربعه دول داخلين، بس احنا عندنا الرصيد الحي الموجود عندنا داخل الاراضي المصريه، رصيد لحوم سودانيه حيه تكفينا 3 شهور قدام. 195 الكيلو. وجود الارصده دي بيساعد الدوله في ثبات الاسعار لاطول فتره ممكنه. طبعا. طالما عندي رصيد ومخزون كافي خلاص. محليه بالنسبه للحوم البلديه لازم انا بقى اكون بالفعل انا بضخ لحوم يوميا مش اقل من 150 علم من احنا اللي شغالين ب 195 جنيه طازه، والكبده 195. طب والله دي حاجه جميله، يعني اي حد هيخش المجمع بتاع شركه النيل هيسال على اللحمه السوداني هيقول له اهو، هيقول له قطع لي اوزن الكيلو بكام؟ ب 195. انا يا رئيس ليا خدمه عند معاليك. انا على عيني عليا. بتوع الكاميرات وبتوع ال ال هي القنوات الخاصه والكلام ده كله، اروح الصبح بدري والناس لسه بيفتح، يقول لك المجمعات فاضيه، اروح الساعه 4 بعد ما يشطب ويغسل العده بتاعته يقول لك ده شركه النيل ما فيهاش. انا الحمد لله يوميا 100 عجل بيتذبحوا، وهذا بالاضافه ايه بقى؟ يعني ان شاء الله بيذبحوا في بوسنبل، يجي الكونتر اللي هو الموردات يبات في المجزر الشركه المصريه للحوم والدواجن، ناخد الكونترين منهم ونبيت اضافي لكونترين تانيين عشان اللي جاي في الطريق ما اضمنوش، لازم يكون عندي ميت. طيب انا هقول لك حاجه محمد باشا، انا اقول لك حاجه محمد باشا، على ما اللحمه بتيجي وتبدا تخرج وتنزل تخش جوه المجمع، عمليا تبدا تتعلق جوه ثلاجات المجمع ايا كان فرعه على الساعه كام؟ انا الصبح يا فندم بستلم الشركه من الصحون الساعه 7، بستلم الشركه بستلم لحوم لحمه بالعرض، بوزنها في عربياتي وابدا اوزعها على 313 فرع داخل القاره الخضراء. ماشي. فبتوصل طبعا قبل ما تتشاف بقى، ويعني من الساعه 10 الجزار واقف، من 9 على 10 الجزار واقف بيستلم لحمته وبيشافيه. حلو. يقعد يبيع فيها بقى العجل، اقل مجمع بينزلوا عجل، العجل ده 200 كيلو يطفوا له 180 كيلو صافي او 180 كيلو صافي، يقعد يبيع فيهم الساعه 3 4. ماشي. ويخلصه وياخد غيره. طيب. انا باخد يعني المجمعات بتاخد، الشركه المصريه للحوم لها فروعها بتاخد، الشركه يعني العامه لها فروع على مستوى القاهره خليك معايا بس، خليك معايا بس، خليك معايا بس، يعني انا النهارده لو عاوز بكاميرا بقى ولا من غير؟ ما انا مش هقول لك، انا هاجي اطب في اي لحظه. الحمد لله. اطب مثلا من الساعه طبع. أطب من الساعة 11 لحد مثلا الساعة 3 4 كده؟ من 10 تلاقي الراجل واقف بيستلم لحمته وقاعد بيشفي فيها لحد الساعة كام؟ 3 4. ماشي، أطب في أي حتة يا باشا. 313 فرع على مستوى القاهرة وجيزة جاهزين لتأمين احتياجات المستهلكين من اللحوم السورية الطازة ب 195، هذا بالإضافة إلى ما سيتم طرحه من اللحوم الضاني المجمد، وعندنا كيلو مجمد وعندنا كبده مجمده، وان شاء الله في تعاقدات لخراب حيه، كل ده ان شاء الله بنعمل حسابه
الطرح خلال عيد العيد الاضحى المبارك ان شاء الله. هاتولنا مارينو من بتاع زمان اللي كان بيجي من نيوزيلندا. اوه 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 ده كان حاجه يعني ده كان جميل المارينو بتاع نيوزيلندا. بتاع نيوزيلندا عندنا ان شاء الله اللحوم الضاني البلدي بتاعتنا كويسه، مرسى مطروح عندنا حاجات بس ده برقي. البرقي السلام برقي يعني ضاني برقي مفيش منه ده ولا في زيه. حاجات جميله والله. اه والله حاجه جميل. طب خلاص يبقى احنا هنطب، وان كنت انا هطب لمجرد ان انا ابقى ايه يعني برضي ضميري اني متاكد 100% انه اللي بتقولوه بيبقى موجود. المجمعات مفتوحه وفي انتظار كاميرا حضرتك في اي وقت، ولتلبيه احتياجات كافه المشتركين ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. في الاسعار حتى بعد انتهاء عيد الاضحى المبارك ان شاء الله. يبقى باذن الله يا رب نرجع لايام زمان بقى يا مسهل الحياة. إن شاء الله. أشكرك جدا يا أستاذ محمد، كل الشكر للأستاذ محمد أبو مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.